يعني هتكلم الناس عن الدهون وتراكم الدهون بس بتجربه عمليه شويه، هتقول لهم الدهون في جسمكم بتكون عامله ازاي وشكلها ايه بالظبط. احنا عاوزين نقول هو الدهون هي ايه الدهون. تمام. الدهون دايما بنسميها ايه، مخزن الطاقه في الجسم. يعني الجسم لا يستطيع ان هو يخزن اي حاجه غير ان هو يخزن دهون. بمعنى ان انت بتاخدي اكل كتير، الاكل الكتير ده سواء كان من مختلف انواع الاكل، يعني ممكن من مختلف المجموعات الغذائيه، بنقوم واخد الجسم بيقوم واخد كل الحاجات دي ومخزنها في صوره دهون. بالتالي الدهون ليها وظيفه في الجسم طبعا، يعني مفيش جسم خالي من الدهون. يعني كل جسم لما تعمله بادي كومبوزيشن او تشوفي تركيبه الجسم عامله ازاي، بتلاقي تركيبه الدهون كذا، تركيبه العظم كذا، العضلات ليها نسبه معينه في مختلف اجزاء الجسم. تمام. الدهون زي احنا بنسميها المخده، يعني او اللي بتكون بتدي اريحيه لجميع اعضاء الجسم ان هي تكون موجوده. طبعا الدهون دي لما بتزيد عن حاجتنا بيبتدي الجسم تمو وتكبر تكبر تكبر الدهون لحد بقى ما تكون الدفوهات اللي احنا بنشعر فيها في جسمنا، او تكون الدهون اللي موجوده في البطن. في نوعين من الدهون، دهون موجوده في بطننا من جوه حوالين الاعضاء الداخليه. تمام. ودي دهون بتكون الجزء الاكبر وبتكون هي ليها مشاكل كتير جدا جدا، لان هي بتكون زي ما نقول بالبلدي كده هي يعني مش مخليه الجسم واخد راحته. حتى انا بقول يعني زي بالبلدي اكتر بقى كبسه عليه. كبسه على بالظبط، هي كبسه على كل الاعضاء بتاعت الجسم. ومن اهم الدهون حتى لما نيجي نتكلم مع الناس بتوع القولون العصبي، تلاقي واحد عنده بطنه قد كده قدامه وبيتكلم من القولون العصبي. طيب القولون ده بيتحرك كده، الدهون دي وهي موجوده مخليه مفيش اريحيه في حركه القولون، فبتبتدي تحصل المشكله دي. الحاجه الثانيه الدهون اللي موجوده تحت الجلد، ودي اللي بتسبب الدفوهات اكتر. يعني الدهون اللي موجوده في البطن، حتى احنا دايما لما نيجي نقارن ما بين حالات اللي ممكن نعمل لها شفط دهون بتختلف. البطن لما تكون مدفوعه لقدام كده الكرش طالع من فوق السره، دي دهون تحت داخليه. غير لما تكون دهون يا دوبك تحت الجلد تحت. صحيح. موجوده من تحت السره اللي هي بتبقى منطقه الحزام، دي اللي هي بتكون منطقه الخصر. بنيجي نقارن، انا عايز اوريكي شكل الدهون دي، هوريها لك ايه الفرق ما بين الدهون اللي ممكن تكون بسيطه اللي هي ممكن تكون عند اي حد يكون وزنه البيسك جلافز، عشان يعني عشان انا كمان امسكهم واحس بيهم. بالظبط، تحسي بيهم. دي طبقه الدهون اللي ممكن تكون في النهايه ممكن تكون موجوده زي ما انت شايفه كده. المفروض ان البني ادم يكون عنده شيت من الدهون زي دي كده بالظبط. دي في الجسم اللي هو العادي الصحي اللي هو اللي في الجسم كويس. شيت دهون امسكيها كده هتحسي بيها. دي بيبقى شيت صغير كده، يعني حاجه رقيقه قوي، حاجه رقيقه جدا. هي دي المفروض تكون موجوده، بتدي الكونتور بتاع جسمنا وبتدي الشكل بتاع جسمنا، وليها دور كبير بقى يعني في طراوه الجلد ونضاره الجلد والكلام ده كله. دي الدهون دي الطبيعيه اللي هي طبقه رقيقه قوي، شيت رقيق موجود بيبقى موجود متناسق مع الجسم كله، سواء كان من تحت الجلد او حتى من جوه البطن. بتكون الدهون دهون طبيعيه يا دوبك زي ما احنا بنقول مخدات او حاجه تسند بس على الجسم، وليها وظيفه. الدهون في الجسم ليها وظيفه. نيجي نشوف دي الدهون اللي ممكن تشوفيها بقى مع ده الناس. ده انا ماسكه نفسي بصراحه من ساعه ما احنا دخلنا. يعني بالظبط هي دي الدهون اللي ممكن تشوفيها. صعبه قوي، مع صعبه الناس. قوي قوي. شوفي يعني انا احنا ليه جايبين دي؟ عشان نوري الناس، نحاول شويه يكرهوا الشكل نفسه. يعني دي دهون في كتل، يعني دي الكتل اللي موجوده في جسم الناس عندها سمنه. دي الكتل موجوده بتبقى موجوده عند الناس اللي بتعاني من السمنه. احنا لما بندخل نعمل شفط دهون الرب بنطلع المنظر اللي انت شايفاه ده. بنطلع الشكل اللي انت شايفاه ده، كميه الدهون بهذا الشكل. تخيلي هذه الكتله موجودة في الجسم على البطن او في الدراع. الكتله دي موجوده، وخلي بالك هذه الكتله عباره عن كتله سموم. ليه؟ لان العلم اثبت ان دي مش موجوده في الجسم بس، مش موجوده بس خامله كده وساكته وخلاص. دي موجوده بتفرز عوامل التهاب زي ما احنا دايما بنقول، وبتفرز حاجات تؤدي الى جلطات القلب ومشاكل السكر ومشاكل ضغط الدم. صعبة قوي، صعبة قوي. فاذا ادي المنظر اللي ممكن نكون لو انت مسكي عشان يبقى المقارنه صح. بصي المفروض البني ادم يكون كده. شوفي حتى دي الطبقه رقيقه خالص، حتى شكلها يعني شوفي ده. لكن دي الطبقه اللي ممكن تكون موجوده عند الناس اللي بيكون عندهم طبقه دهون كبيره. صعبة قوي. فده الفرق ما بين دي وما بين دي. طيب